خليني اسال حضرتك عن ابدا بالممر. نعم الممر فيلم تقيل، لو معرفش المصطلح ده صح ولا لا. فيلم يعني انا كنت حاضره في قاعه السينما، الناس متفاعله لدرجه ان هي بتسقف وبتضحك يعني وبتعيط ولا وخش اضرب عليك انها مباراه وبتجمع. يعني. صحيح صحيح. فتقييم حضرتك للفيلم ده؟ أنا أهم ملحوظة يعني توقفت عندها مع فيلم الممر من بداية التجهيز ليه ثم توقيت عرضه ثم مشاهدته، هي فكرة التوقيت أو الوقت اللي نزل فيه الفيلم. أولا الممر ده كناية عن حاجات كتيرة جدا، حرب الاستنزاف على بشكلها العام كده هي ممر ما بين الهزيمة والنصر في أكتوبر 73، الهزيمة 67 والنصر في أكتوبر 73، هي ممر ما بين حالة الانكسار وحالة الانتشاء بالنصر والشموخ المصري المعتاد. تجربة عسكرية مهمة جدا، عملية خلف خطوط العدو، بتستفيد بشكل آخر من جغرافية ممر معين. فالفيلم بيدي انطباعات من اسمه مبدئيا. الأهم من كده توقيت عرضه في مصر في سنة 2019، في بعض الناس تصوروا أنه الصراع العربي الإسرائيلي توارى خلف أشياء كثيرة في السياسة المصرية، فلما السياسة المصرية تبرز فيلم مثل هذا ويقدم ليه الدعم اللوجستي من القوات المسلحة المصرية طبعا بهذه القدرة العالية والمتميزة جدا، فلا، فإحنا ما زلنا نقول للكل وللعالم أن الصراع العربي الإسرائيلي هو في بؤرة اهتمام السياسة المصرية. العدو ما اتغيرش العدو ما اتغيرش، ده العدو لسه موجود وإحنا مهتمين بهذا الصراع، يعني حتى لو تصور الآخرون عكس ذلك. انا عايز اسال حضرتك مين الفنانين اللي لفتوا نظرك؟ الحقيقه ان هم كانوا متميزين جدا، صحيح. اداء بسيط وقوي في نفس الوقت، بس عايز اعرف مين اللي لفت نظر حضرتك فعلا في الفيلم. في الممر أنا عجبني الدور البسيط قوي اللي عملته هند صبري. لأنها كانت بتلعب ببساطة وبعمق وبإحساس زوجة بتشوف جوزها في حالة يعني متدنية معنويا جدا، إزاي هي بتسند ظهر هذا الشخص، هذا الشاب المصري الضابط الذي نعول عليه كلنا إن هو وزملائه هم اللي هيخوضوا حرب التحرير. عجبني كمان أسماء أبو يزيد، وجه مبشر جدا اللي عملت دور الفتاة السينوية. بالنسبة لي أنا اكتشاف جديد أحمد فلوكس في دوره كضابط بيقع في الأسر. طول عمري عندي تحفظات على أداء أحمد فلوكس قبل كده، لكن في هذا الفيلم الحقيقة بيثبت لي عكس ده، وبيثبت لي أنه ممثل جيد جدا محتاج ورق عشان يقول أنا عندي قدرات تمثيلية عالية. بشكل عام التمثيل في أفلام العيد الحقيقة السنة دي كان كويس. عنصر التمثيل، إياد نصار عامل في الممر وعامل في كازابلانكا دور كويس جدا، عمرو عبد الجليل في كازابلانكا عامل دور كويس جدا، أمير كرارة بيقول لنا مرة تانية وتالتة أنه ممثل أكشن عالي زي ما هو ممثل رومانسي ناعم من في بداياته. الحقيقة عنصر التمثيل هو واحد من أقوى العناصر الموجودة في أفلام دي العيد. حاجة مبشرة جدا.